عودة لكم مشاهدينا، وبنوصل لفقرة مطبخ والشيف نادين لنعرف كلنا شو مجهزت لنا الشيف. وبيسرني وبيسر يمكن المشاهدين انه عم نعمل الطبخة على بكير، هيك بتاخدوا فكرة وفي بعد عندكم وقت كرمال تنفذوها. بونجور شيف، هاي كيفك؟ منيحة الحمد لله. منيحة هيدي الساعة 10:30 عم نطبخ، منلحق منلحق نقوم نحضر، وخاصة انه على طول انطوانيت انا بقول لهم انه عم جرب اعطي على طول وصفات تكون اشياء بمتناول اليد، يعني اشياء تكون موجودة او بالبيت او حدنا او بالدكان او كذا، يعني عم جرب قد ما فيه نكون عم نعمل اشياء تكون ايزي وهينه وتكون كمان سريعه. هلا اليوم شو جهزتي لنا لليوم؟ اليوم عاده نحن نهار الجمعه بنعمل دسير، بس حبيت اغنيها شوي هالجمعه نكون عم نعمل شويه طبخات، يعني اكثر شيء بنلعب طبخات. هلا حنكون عم نحضر اليوم الاشخاص الصايمين عن اللحمه والدجاج حيكونوا عم يستفيدوا، واللي مش صايمين عن اللحمه عن اللحمه والدجاج كمان وبلس انه ما حينبسطوا اللي صايمين وقاطعين عن الحليب، لانه اليوم الروسيت تبعنا حيكون داخلها حليب وحيكون في بقلبه بيض، فمشان هيك ما يعني بدنا نشوف مين بدنا نرضي، اي ذوق بدنا نرضي. فشيء اوريجينال اليوم وغريب شوي، عاده نحن الجراتان بنكون لما بدنا نحضر جراتان بنعمل بالكوسه، بنعمل بالبطاطا، بنعمل بالانديف، يعني بتعرفي انه او حتى ايفن بروكولي وكذا، هول كلهم سامعينهم، بس قليل جدا حتى نسمع بجراتان ويكون الباز تبعوله والاساس تبعوله هو الملفوف. انا عم فكر شو بدنا نعمل بالملفوف اليوم. اليوم حنكون عم نعمل جراتان ملفوف وبطاطا، يعني الملفوف الاخضر العادي حيكون كمان داخله البطاطا، ورح نشوف شو هن المكونات الثانيه اللي رح تدخل بقلبها. الصوص تبعولتنا ما حكون عم بعمل صوص بشاميل على النار، لا رح كون عم بخلط حليب مع كريم فريش مع بيض، البيض والكريم فريش بيخلي الحليب يمسك معنا. والزيادة بالفرن اكيد، والزياده الملفوف حاخلط معه شويه جبنه، يعني بقلبه رح حط شويه جبنه غير الجبنه اللي رح كون عم حطها على الوجه حتى تشقر. فهيدول كلهم بيعملوا ميكساج معين بيخلوا الملفوف يكمش على بعضه، والبطاطا اصلا في بقلبها نشويات فيري هيلثي عن جد، ما فيها يعني ما فيها كثير اشياء، اذا بدك ما فيها قلي بطاطا، ما رح كون عم بقليها، بالعكس رح كون عم بعملها كثير فين، حتكون كثير رقيقه لدرجه انه تستوي بميه الملفوف وتستوي بالحليب والكريم فريش لما تضيفهم يعني عليها. طبخه صحيه صحيح وسهله، مثل ما قلتي المكونات مبدئيا موجوده، بتكون موجوده بكل بيت. غريب بالفكره ملفوف، خلينا نشوف مشاهدينا ونتابع شو مألفت لنا اليوم الشيف نادين مع الملفوف. فاذا اول شيء لكينا نحن بحاجه لملفوف، الملفوف بالنسبه للكميه انا بحاجه لكيلو ملفوف، لانه بتعرف الملفوف فيها تكون ملفوفه فيها تكون ملفوفه، فانا بحاجه لكيلو ملفوف. مع الكيلو ملفوف راسين بطاطا حجم وسط، يعني عم بحكي تقريبا عن 700 جرام بطاطا، الكريم فريش بدي العلبة الصغيرة، وجبنة المبروشة أنا اليوم استعملة جبنة الإيمانتال مع جبنة بارميزان، يعني نوعين من الجبنة. أنا بحاجة تقريبا ل 300 جرام جبنة الإيمانتال مع 100 جرام جبنة البارميزان، هودي بدهم ينخلطوا مع بعضهم شوي مع الملفوف وشوي على الوجه. بالنسبة للحليب بدي كبيتين حليب، عهول الكبيتين حليب رح كون عم ضيف هيدي العلبة الصغيرة الكريمة مع بيضتين، وأكيد لأنه في عندي بيض ولأنه في عندي حليب ولأنه في عندي كريم فريش بدي بهار أبيض، بدي برجوز الطيب، وأكيد رشة ملح ورشة بهار حلو، والزيادة رح كون عم بحط بقلبهم رومارا. ومع هيدول الطعمات كلهم رح كون دقة 4 أو 5 حصوص من الثوم وضيفهم لها. بالعكس هيدا اللي رح يطيبها، يعني عادة كيف لما تاكلي انت الجبنة المتومة، الجبنة اللي فيها طعمة الثوم بتحسي بطعمة الثوم بس انه من نزعجتك ابدا، هيك رح تمرق عن جد، هيك رح تمرق وما رح بنحس مش فيها. اكتر اوكي فيلا منبلش. يلا منبلش. لكن اول شيء مثل ما قلنا بدنا نفرم الملفوف، رح اخذ انا محلك وبدلك يلا لا تفضلي. فإذا نفرم الملفوف صغير منجرب قد ما فينا نعمله رقيق، يعني نعمله جوليان حتى ما ياخد معنا وقت بالفرن. ومثل يعني ما قلت اليوم الطبخة كلها بالصينية رح تنشوى بالفرن، ما رح يكون عنا شيء مطبوخ على الغاز. صحيح بتتحضر وبتنشوى على مسؤولية الشيف نادين، يعني إذا هي عم تقلنا أنه جراتان الملفوف طيب فخلص يعني جربوها
وشوفوا عن جد قد ايه طيب. بتعرفي لانه على طول نحن بنتعود يعني انه ملفوف كيف بنستعمله؟ محشي ملفوف. صح. عاده بنروح على المحشي ملفوف او يعني او بالسلادات يعني قليل جدا حتى تكوني عم تستعملي الملفوف باشياء ثانيه، فحلو عن جد نكون عم نستفيد من روسيتات جديده والمكونات يعني يمرق معنا هيدا النوع من الخضره. كل الناس ما بيحبوا محشي الملفوف. صح. يعني عم تمرق معهم هلا يعني بطريقه ثانيه. صح. يمكن تقطع ويمكن تحبوها مع الصوص بلانش، خاصة لما تدبل، لما يدبل الملفوف. بعرف انه في كتير اشخاص كمان بيعملوا المحشي ملفوف بيعملوها مثل المطبقة، يعني تما يقعدوا يحشوا الملفوف بيفرموا الملفوف وبيقلوا مع البصل واللحمة و الى اخره. هذه الطريقة السهلة. عرفتي بس يدبل الملفوف وهيك بيقطع عرفتي اسلس مما تكوني عم تاكلي الملفوف هيك ملفوفي. كمية كتير كبيرة. صحيح. في كتير شاف على كل أنواع أكل أو طبخ نحن هيك بنستسهله، يعني مثلا في ناس الشيش برك ما بيطبقوها مع العجينة واللحمة لحالها، بيكبوا كل مكون لحاله بقلب الطنجرة وخلص. إنه يعني العجينة لحالها واللحمة المفرومة لحالها. بديك خبرك شو عملت سنة الماضي أنا تسهلها على ستات البيوت وعلى الصبايا اللي بيشتغلوا. قلت لهم عبالكم تعملوا الشيش برك ومنكن محضرينهم، عملت لهم الشيش برك الكذابة اللي هي منا قلية بصل ولحمة وكل هولة وحطينا معكرونة بدل ما بدل العجين. بدل العجين. فعن جد يعني فيك انت تجربي تخترعي، تكوني مهم تكوني عم تعملي قليتك مزبوطة، النكهة تكون مزبوطة، وفيك تخترعي قد ما بدك. على كل شاف المطبخ العربي واللبناني بالتحديد في كتير من التنوع وفعلا عم بيوصل للعالمية بأطباقه، وحيالا مطعم عم بيفتحوه برا يعني خارج البلد عم بياخد سكسي لأنه في تنوع يعني بالخارج وقت يجوا على وأكلنا هلسي. يعني أنتون قد ما نجرب نحن نتفلسف لك مش حتى إذا قلينا بيضل أرحم، بيضل الزيت أرحم من الفاست فود. exactly. exactly. هلا لكن الملفوف البطاطا رح خليها، بس خليني بلش بتحضير الصوص تبعولي حتى أخلط الأشياء مع بعضها. أوكي. لكن صينيتنا أول ستيب بدي أدهنها بشوية زبدة. أوكي. الزبدة بتكونوا شايلينها شوي من البراد من قبل بوقت، وبتدهن الصينية بالزبدة مثل ما أنا عم بعمل هلا. دويرة أو قلبكم أو تعطي نكهة كتير طيبة. أوكي. هون عم نحكي عن صينية لست أشخاص بتكفي بسهولة. هيدا مرتاحة لثمانية. مرتاحة لثمانية. أوكي. فإذا أول ستيب ندهن صينيتنا، ثاني ستيب اللي هي بدها تحضر الصلصة تبعولي. بالنسبة للصوص قلنا كوبين حليب. أوكي. اوكي. الحليب بيقدر يكون حليب سائل، يعني نجيب قنينة الحليب السائل، او منحط 5 ملاعق حليب بودرة مع كوبين من المي. تمام. يعني نحن مبدئيا خففنا ملعقة واحدة من الحليب، من نحن وصغار حافظين كل كباية حليب 3 ملاعق باودر، كل كباية مي 3 ملاعق باودر. مزبوط. انا خففت لك شوي لانه في عندي الكريم فريش وفي عندي البيض. أوكي. فاذا حليب كوبين من الحليب السائل، بيضتين كاملين، وننتبه كثير منيح ما نقوم نكون مدوبين الحليب بمي سخنه او مغليه ونضيف لهن البيض كمان بيأثر. اكيد. فنخلط البيض مع الحليب. شايف عندي سؤال فيما يخص التشيز، يعني إيه؟ في ناس ما بيحبوا طعمة البارميزان. إيه؟ والإيمانتال شو ممكن نستبدلهم؟ فينا لأن البارميزان مش كتير فينا نحط حيلا نوع جبنة، بس أنا كل اللي بيهمني أنه تكون الجبنة بتاخد لون حلو ولون أشقر بقلب الفرن. أوكي. هيدا الأساس. فيهم ينقوا لون نوع الجبنة اللي بدهم إياه، حتى فيهم يحطوا فور تشيز. يعني فيهم يكونوا عاملين هيدا المكساج تبع الموتزاريلا والتشادر و ما في مشكل أبدا. بس مهم أنه نكون عم نستعمل جبنة لأنه كتير عم نلاقي بقلب السوق أنواع جبنة ما عم تشقر، عم تكمش بقلب الفرن، تبقى بيضة على وجهها وعم بتضلها بيضة، يعني عم تصير مثل البلاستيك اذا بدك من بعد ما تبرد. فانا هيدا الشيء ما بدي. جيبوا نوع جبنه تكون جبنه نحن اكيدين انها بتشقر، لانه هيدا الشقر هو اللي كمان بيعطي شكل حلو وبيعطينا كمان طعم حلو، طعم طيبة. اوكي. فاذا كوبين من الحليب، بيضتين، هلا بدي اضيف رشه بهار ابيض، برش جوزة الطيب نص ملعقه صغيره، بهار حلو كمان نص ملعقة صغيرة. هول كلهم المطيبات عم نضيفهم على
على الحليب وعلى البيض. هلا رشة ملح، بدنا تقريبا ملعقتين ملح، لانه بكون تعملوا حسابكم الملفوفه اوقات بتكون حلوه، يعني اوقات في نوع ملفوف بيبقى احلى من غيره. صحيح. هو الطيب فعليا هو اللي بيبقى احلى من غيره، فبتشوفوا ملفوفتكم قديش حلوه، ساعتها بنشوف قديش مفروض انا زيد الملح. زيد الملح، نخلط. فاذا حليب، بيضتين، برجوزة الطيب، رشه بهار ابيض، رشه ملح. هلا بضيف لهم الكريمه، الكريمه يعني عم بحكي عن كوب كريم فريش تقريبا، او العلبه الصغيره الكريم فريش اللي بنجيبها من السوبر ماركت، يعني 200 ملي تقريبا. صحيح، 200. وبنخفقهم كمان كلهم سوا مع بعضهم. هلا بضل في عندي الثوم وبضل في عندي الرومارا، في اخلطهم مع الملفوف للتومات والرومارا ومدهم بقلب الصينيه، وفي كمان احطهم هون مع الرومارا بقلب الصوص. هو اوتوماتيكلي انت لما تكب الصوص على الملفوف رح ياخذوا من الطعمه. اوكي، فرح ضيفهم هون فرد مره رومارا، ومثل ما قلنا 5 حصوص ثوم فريش. هلا اللي ما بيحب الثوم او بفضل يعملها بلا ثوم فيكم تعملوها بلا ثوم، او اذا ما عندكم مشكل تحطوا بودره الثوم كمان بيعطي نكهه طيبه اذا ما بتكون كثير طعمه الثوم تكون ظاهره. يعني الثوم اذا استغنينا عنه مش شيء ايه، بس هو خطير، بس هو احسن ينحط بالجراتان الملفوف، خصوصا انه في التشيز مثل ما قلتي الثوم رح يغطي. اكيد. هيدي صوصتي صارت جاهزه كله على البارد عم بشتغل. اوكي، هلا هول الملفوفات نخلي هول على جنب، هول الملفوفات رح تضيف عليهم شويه جبنه بقلبهم. هيدي الخدعه يلي كتار ما بيعرفوها، يعني بقلب المكونات يلي بتنمد بالصواني الفرن يلي بتنشوى، كان لازانيا ولا جراتان، كل انواع الجراتان، نحن بنفتكر انه الجبنه بس على الوجه بتنحط. ايه هلا انتبهي، لا اوقات نحن بس بنحط على الوجه، بس هون انا مضطر احط بقلبها لانه بدي الملفوف يكمش على بعضه. الملفوف ما فيه نوع من النشويات اللي بتخليه يكمش على بعضه، فالجبنه لما تدوب بتخلي الملفوف هيك يلتف على بعضه، اكيد بمساعده الصوص والبيض والنشا اللي موجود بقلب البطاطا. بس مثلا باللازانيا شايف بتحسي انه كتار بيحط بقلب هيك بين كل طبقه وطبقه، بتصير اتسم، بتصير اطيب. بتصير اطيب. فاذا لكينا الجبنه والملفوف مثل ما قلنا بنخلطهم مع بعضهم مع الملفوفات. هلا بدي بس اعزبك بملعقه كبيره. صح. بنخليهم ياخذوا بعضهم، انتم بالبيت فيكم هيك تعملون بايدكم، حتى يعني الملفوف هيك لما نعمله بايدنا بحسيه بلش يكب شوي من ميته. هلا نحن شايفينهم للملفوف هيك كميتهم كبيره بقلب الجات، هو فعليا نحن لما يدخلوا على الفرن ولما نضيف لهم الصوص رح يبلشوا يكبوا ميتهم، رح يدوبوا مزبوط، ورح تقل الكميه بقلب الصينيه. يعني ما تخافوا من الكميه، يعني اذا جربتوها اول مره يمكن المره الثانيه نزيد كميه. صحيح، الملفوف مزبوط. هلا مدهم بقلب الصينيه مثل ما قلنا كيلو ملفوف. لاحظتي قد ايه فولتها؟ فولتها لفوق لانه هيدول رح يقلوا، يعني رح يزموا بقلب الصينيه. نسينا البطاطا ولا لا؟ لا 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 بعد البطاطا. هلا بوزعهم على الملفوفات قبل ما اضيف الصوص. تمام، هيك كده عم وسع. يعني احنا اليوم عم نحكي كمان عن طبخة قاطعة بلا لحمة بلا دجاج، بس فيها بياض. فيها بياض. صحيح. بعد الصوم إذا حبيتوها فيكم تنفذوها هي نفسها، قولي لي ما كثير تستسلمي بالتأليف، صلحيلي. يما حطوا لها لحمة مفرومة إذا حبيتوها، بحس مش انا يعني بحبي بقلى الدجاج اكثر طالما عم نحكي عن صوص بلانش. ما ضروره يعني فيك ايه، بس انه عاده احنا لما نروح على الملفوف بنروح اكثر على اللحمه او على اللحم المفروم. أوكي. يعني اكثر ما هو على الدجاج. هلا بالنسبه للبطاطا، تنرجع للبطاطا، ليكو قد ايه رققتها للبطاطا؟ هلا انتم بالبيت فيكم ما ترققوها هالقد، بس انا فعليا ليش رققتها؟ لانه الملفوف بقلب الفرن ما بياخذ وقت كثير حتى يدبل وحتى فعليا يستوي،
والكريم فريش كمان بوجود بوجود البيض. ناخد البطاطا على السكرين ليقدروا يشوفوا المتابعين. هي كمان شيء رقيقة. اوكي لاحظتوا قديش رقيقة، مش ان هيك رققتها هالقد. اوكي فانتوا بقلب البيت جربوا قد ما فيكم ترققوا البطاطا. برجع وبقول لكم ليش، لانه الملفوف ما بده كثير وقت بقلب الفرن، ما بده كثير وقت بقلب الفرن، فمشان هيك برقق البطاطا حتى البطاطا تستوي معي اسرع. اوكي ولانه انا عم بطبخها بطريقه هيلثي ما بدي اقلي البطاطا، يعني انا الفكره انه ما بدي اقلي البطاطا واضيفها لها، بدي اياها تستوي مع الملفوف. فمشان هيك رققت البطاطات، وفيكم تكتروا كميه البطاطا قد ما بدكم بقلبها. واذا بدكم كمان فيكم تكونوا عم تعملون كيوبز صغار، فلما ينعملوا كيوبز صغار كمان بيستووا على السريع. انا عم استعمل هيدي هلا هون على السريع على الهواء، بس انتم بالبيت بالسكين يعني دغري. ست البيت اللي عندها اياها لمكانة التقطيع احسن واحسن. لا طالعين حلوين ومرتبين، ومثل ما قلتي بيستوى اسرع. بيستوى اسرع صحيح. فالبطاطا مثل ما قلت فيكم تزيدوا الكميه قد ما بدكم، فيكم تحطوا قد ما بدكم بطاطا. انا عم زيد شوي كميه البطاطا لانه كمان البطاطا بتساعدني بنشوياتها انه الملفوف كمان يكمش على بعضه. وهيك بنكون خلصنا. بضل في عندي النضيف باقي البارميزان وباقي الجبنه مع الصلصه عليها ودخلها على الفرن. هون عندنا الصوص جاهزه. رح ارجع اذكر شو هي الصوص تبعولتنا. فاذا كوبين من الحليب مع كوب كريم فريش مع بيضتين، رشه بهار ابيض، رشه بهار حلو، وبرج جوز الطيب، وحطيت معهم كمان شويه رومارين، وخمس حصوص ثوم مدقوقين. هلا التومات بنجرب نوزعهم على كل الصينيه، لانه الثوم هيك بتحسي انه بيرقد شوي بالكعب، بيعلق فرد ما فرد مزبوط. فمنوزعهم على البطاطات وعلى الملفوف. عن جد ميكستشر كثير طيبه، ما تنقذوا منها، جربوا حضروها، ما بدها كثير وقت وكثير سريعه. باقي البارميزان اللي اوريدي نحن حطيناه بقلب الملفوف برشهم كمان على البطاطا. حتى التشيز الباقي فينا نحطه على الوش صح؟ اكيد. وباقي الجبنه كمان بنحطها على الوش. هلا باقي السؤال الاساسي، قد ايه بدها وقت بالفرن يعني؟ اوكي، بقلب الفرن لاني مرققه البطاطات، لانه الشيء الوحيد اللي معقوله ياخر لي الاستواء بقلب الفرن هو سمكه البطاطا. اوكي، فكل ما كنت مرققه البطاطا كل ما خلصت الملفوف والبطاطا والصوص سوا. يعني عم نحكي لما يكون فرني حامي حراره 180 صينيتي بنص الفرن بتاخذ تقريبا بين الربع ساعه وال 18 دقيقه وبتكون صار ريدي انها تتقدم. صينيتي برجع وبذكر بنص الفرن، لانه ما بدي اذا بدك يلدع الملفوف من تحت، بالعكس بدي اياهم يخلصوا كلهم سوا مع بعض، وبدي البطاطا تستوي بطريقه تكون اذا بدك متساويه مع الملفوف. فمشان هيك اول نصيحه بترققوا البطاطا، ثاني نصيحه بتحطوا زبده بكعب الصينيه حتى كمان الملفوف يتشرب منها. ثالث شغله الحراره بس من تحت الصينيه بنص الفرن حراره 180. انتم اوريدي بتشوفوا انه كله بلش يكمش على بعضه وبلش ياخذ لون. الجبنه على الوجه ممكن تشقر لحالها، وممكن تعوز انك تدوري لها شوي صغيره فرنك من فوق بس حتى يكتمل الشقر تبعها. بس عم نحكي تقريبا ما بين الربع ساعه و18 دقيقه بتكون كله اخذ بعضه. هذا شرط انه يكون الفرن حامي. أوكي. يعني مش حطه ويكون الفرن بعده مش حامي
بنعير 18 دقيقة، فرنة حامة بنعير بين 15 و 18 دقيقة. يعني هي إذا بدنا نوفر غاز نحن مش إنه منشعل الفرن آخر دقيقة، مع الحالتين رح ترجع تاخد وقت أكتر بالفينال. مزبوط. كرمال هيك تحمية الفرن شي كتير مزبوط. أساسي هو فعليا الأكل. أنا إذا بدي حضر هيدا البلا دور فرنة 10 دقائق عند تحضير هون، يعني ما عندي أكتر من هالقد وقت، يعني ما بين إني أفرم الملفوف اللي هن دو مورسو ملفوف وبين إني أفرم راسين بطاطا خلصت الخبرية والصوص، أصلا أنت بتحطيهم كلهم فوق بعضهم وبتمديهم عليها، يعني تحضير 10 دقائق فعليا ما بدك أكتر من هيك. يعني حسمت لكم إياها شيف ب 30 دقيقة على القد بتكون الأكلة جاهزة وخالصة، صحتين سلف لكل الأشخاص يلي بدهم يجربوها. أنا شخصيا تشجعت وتحمست، جراتان بالملفوف فكرة جديدة مثل دايما، يعني الشيف نادين معودتنا على الأمور صحية سريعة بتناسب كل الناس وما بدها هيدي الفزلكة، يعني لنروح نضل ساعتين نجمع الغرض تبعولا. كل الشكر لك شيف. شكرا لك أنتوانيت. مشاهدينا فاصل ومن بعدها بنتابع أحلى صباح.